الأرقام والإحصائيات في مباراة اليوم، المباراة المهمة وهتكون مباراة حلوة بلغة الكرة. عندنا كمان في نادي زد بيتولى قطاع الناشئين الكابتن علاء نبيل نجم نادي المقاولين ومنتخب مصر السابق، وعنده فكر كبير وعنده خبرات كبيرة في قطاعات الناشئين، فعلشان كده نادي زد بدأ يتحط على الطريق الصحيح علشان يضم عناصر مميزة. قبل ما نروح لأبرز الأرقام والإحصائيات علشان لقاء اليوم، لا صوت يعلو فوق صوت النهائي الأفريقي الأهلي والوداد المغربي. ده حديث الشارع الأهلاوي، كل الناس بتتكلم عن لقاء نهائي أفريقيا. نهائي أفريقيا لقاء مهم جدا. النادي الأهلي اوريدي كتب التاريخ، كتب التاريخ من زمان. لما بنقول النادي الأهلي اللي حصل على 10 بطولات أفريقية، 10 بطولات أفريقية، وده تاريخ كبير. لسه مازال النادي الأهلي بيبحث عن تاريخ جديد، تاريخ جديد مع الجيل الحالي، الجيل المحترم، الجيل اللي قدر ياخد بطولة أفريقيا مرتين على التوالي. المباراة كانت أمام نادي الزمالك القاضية ممكن، والسنة اللي فاتت أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقيا. السنة دي النادي الأهلي بيدور التالتة على التوالي، التالتة رغم الظروف ورغم الظلم اللي اتعرض ليه النادي الأهلي، وإقامة المباراة على ملعب غير محايد، في ملعب مركب محمد الخامس، ومركب محمد الخامس يعتبر ملعب الوداد، لكن النادي الأهلي دايما في الظروف الصعبة بنلاقي أبطال، بنلاقي تحديات كبيرة. علشان كده لما النادي الأهلي بيتذكر، بيتذكر مع التاريخ وبيتذكر مع البطولات الصعبة. لما النهاردة نتخيل إن 10 بطولات اللي كتبهم النادي الأهلي، منهم لو استرجعنا التاريخ بنتكلم عن 5 بطولات خارج ملعبنا، 5 بطولات خارج ملعبنا، ده رقم يدي ثقة كبيرة للاعبي النادي الأهلي، سواء أنا لعبت على ملعبي أو خارج ملعبي. طبعا جمهور النادي الأهلي ما بيتعوضش، جمهور النادي الأهلي بيكون اللاعب رقم واحد، جمهور النادي الأهلي هو الداعم والسند الحقيقي. لكن مرينا بالظروف كتير، اتبدت سنة 82 في كوتوكو والنادي الأهلي قدر، أو الجيل الذهبي للنادي الأهلي كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب وكل الجيل الذهبي قدروا يقصوا شريط البطولات الأفريقية سنة 82، وقدرنا ناخد أول بطولة أفريقية خارج ملعبنا. بطولات كتير خدناها. برضو عندنا في 2006 مباراة مهمة، الصفاقس التونسي كانت من خارج الديار، خدناها من قلب ملعب رادس، وما أدراك ملعب رادس والجماهير التونسية. برضه في 2008 خدناها من القطن الكاميروني، في 2013 خدناها من الترجي، في السنة السابقة خدناها من كايزر تشيفز. فإذا التاريخ النهاردة النادي الأهلي بيقدر يصنع المعجزات ويقدر يصنع المستحيل. قبل المباراة أو قبل اللقاء المهم اللي هيكون يوم الاثنين القادم، دايما أو الضغوطات أكبر على نادي الوداد. ليه الكلام ده؟ الوداد بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، هو المطالب اكتر بالبطوله، فده النهارده بيشيل الضغوطات من على لعيب النادي الاهلي. الوداد هو صاحب الملعب وهو صاحب الجمهور، فهو المطالب بالبطوله. النادي الاهلي اوريدي هو بطل افريقيا. انا بقول الرساله دي للعيبه ليه؟ علشان قبل المباراه انا مش عايز اللعيبه تكون مضغوطه. يكون عندنا مسؤوليه، تحمل مسؤوليه، جمهورنا عايزين نفرحه اللي في كل الوطن العربي، لكن الضغوطات اكبر على وليد ركراكي المدير الفني وعلى لاعبي الوداد، مش على لعيبه النادي الاهلي. احنا بنبحث عن تاريخ يسطر لاول مره في افريقيا، هو ده اللي النادي الاهلي بيدور عليه. ومن هنا عايز اقول رساله مهمه، شفنا امبارح وقبل امبارح وهنشوف النهارده وهنشوف بكره وهنشوف بعده، خلال الثلاث ايام اللي قبل المباراه، قبل انطلاق المباراه يوم الاثنين الساعه 9، هنشوف كلام كتير على لاعب النادي الاهلي والجهاز الفني، ابتدى من امبارح واول امبارح والنهارده، هنسمع الكلام ده كتير في الاعلام، وخاصه في الاعلام المصري، مش هقول لكم الاعلام اللي بره، لا الاعلام المصري. هنشوف ناس هتقلل من لاعب النادي الاهلي، هتشوف ناس بتقلل من مستر موسيماني، هتشوف ناس بتقلل من البطوله الافريقيه، هنشوف ناس بتقلل من اداء النادي الاهلي في مشواره في البطوله الافريقيه، رغم وصول النادي الأهلي للمرة الثالثة على التوالي. هنسمع الفترة اللي جاية عن انتقالات لاعبين، بالرغم ان احنا مش في موسم انتقالات، ولاعيبة هتمشي من النادي الأهلي. من هنا بقول للجماهير النادي الأهلي وخاصة على السوشيال ميديا، لازم ندعم لاعبتنا، لازم ندعم جمهورنا، لازم ندعم لاعبتنا، ولازم ندعم
جهازنا الفني، وإن شاء الله كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي، كل التوفيق للجهاز الفني، كل التوفيق لحكم المباراة اللي احنا عندنا ثقة فيه كبيرة إنه حكم من أنزح حكام القارة الأفريقية فيكتور جوميز. نتمنى له زي ما نتمنى لاعبي النادي الأهلي التوفيق، أيضا حكم اللقاء يكون موفق في هذه المباراة. نروح لفاصل، وبعد الفاصل أبرز أرقامنا وإحصائياتنا عن الجولة الختامية في دوري 2006 النادي الأهلي ونادي زد.